السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. في فيديو النهاردة هنشوف أول ظهور علني لسارة عادل إمام وأولادها مع الزعيم عادل إمام في منزله. هنشوف كل ده وأكتر في الفيديو ده، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا. فاجأ الفنان المصري الكبير عادل إمام جمهوره بأول ظهور له منذ مدة من خلال مجموعة صور نشرها مدير أعماله، وجاء نشر الصور بمناسبة عيد ميلاد الفنان الملقب بالزعيم وبلغ من العمر 83 عام. وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام من قبل 3 سنوات في مسلسل فالنتينو، واختفى بعدها عن الساحة الفنية وسط شائعات عن حالته الصحية وإصابته بالزهايمر. وأكد مدير أعماله عادل سليمان إن الاحتفال الخاص بالفنان عادل إمام جاء والفنان في صحة جيدة وفي أفضل حال، والاحتفال كان مع بعض الأصدقاء المقربين وأولاده وأسرته. و بإطلالة بسيطة تألقت سارة عادل إمام ابنة الزعيم عادل إمام في ظهور نادر لها، إذا أنها نادرا ما تظهر، حيث اختارت أن تبعد عن الأضواء والإعلام، كما أنها لم تدخل مجال الفن مثلما فعل شقيقها محمد ورامي. وبتعد هذه أحدى الصور لسارة عادل إمام بعد عامين من نشر الصحفي علاء حكيم صور لها، حتى أن ابنة الزعيم لم تظهر معه حتى في الاحتفال بعيد ميلاده مؤخرا، وظهورها محسوب، وربما هي لا تحب عدسات الكاميرا والأضواء. سارة، أو كما يلقبها الزعيم بساسو، هي خريجة إعلام بالجامعة الأمريكية، تزوجت من زميلها في الدراسة رجل الأعمال أحمد نبيل مقبل ابن قيادي إخواني، وعقد قرانها شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي عام 2004. وكان عادل إمام قال عن ابنته سارة في لقاء تلفزيوني منذ سنوات أنه رفض دخول ابنته الوسط الفني والإعلامي رغم تخرجها في كلية الإعلام، وفضل لها عدم ظهورها على الإطلاق في أي وسيلة مرئية سواء فنية أو إعلامية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها تتميز بخفة الظل وبيشبهها بحبة الفراولة، ولديها انطباعات أولية دائما صحيحة، كما أنها كانت متفوقة في دراستها. يشار إلى أن سارة عادل إمام من مواليد 1977، أي تبلغ من العمر 46 عاما، وهي الشقيقة الوسطى بين رامي ومحمد. ولأن ظهورها نادر، ظهرت فقط عبر فيديو بتطبيق تيك توك مع ابنتها، وظهرت أيضا في حفل أحمد عمرو عرفة ابن المخرج الشهير، وتناقلت وقتها مواقع التواصل الاجتماعي صورها، وتكاد مرات ظهورها الباقية لا تتخطى أصابع اليد الواحدة. في عام 1988 ظهرت سارة ابنة عادل إمام في لقاء تلفزيوني عندما كان عمرها 21 عاما، وتحدثت وقتها عن علاقتها بالزعيم عادل إمام، مشيرة إلى أنها في فترة الطفولة كانت تخاف من أن تطلب منه شيئا، بل كانت تذهب لوالدتها لكي تتوسط لها عنده. وقالت سارة: لما كنت صغيرة كان والدي بالنسبة لي الرهبة والخوف، ولو كنت محتاجة حاجة منه كان لازم أعدي على ماما الأول وبعدها أروح له، لحد ما كبرت ودخلت الجامعة وابتديت أواجه حياتي، بدأت بعدها أحس إن قربت منه أكتر وأصبحنا أصدقاء، وكان ينصحني دائما. وأضافت سارة إلى أن علاقتها بوالدها الزعيم عادل إمام بدأت تأخذ منحنى آخر بعدما تخطت سارة مرحلة الطفولة ومع دخولها المرحلة الجامعية، موضحا أن والدها أصبح صديقا مقربا لها، وعند حدوث أي مشكلة تواجهها تعود لوالدها للحصول على النصيحة. وكشفت سارة أن والدها عادل إمام قال لها ذات مرة: عمرك ما هتاخدي نصيحة من حد أكتر مني، أنا اكتسبت خبرة مما مررت به في حياتي وهقولك على المختصر المفيد، كلامه حطيته في مخي وأي حاجة تحصل لي بقيت برجع له.
خالص أمنياتنا لسارة عادل إمام والزعيم عادل إمام بمزيد من الصحة والسعادة. بكده يكون فيديو النهاردة خلص، ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا.